وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن حديث طويل وفيه دعاء، وهذا الحديث لن نذكره إلا بعد أن نذكر تخريجه، لأنه حديث طويل وفيه دعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث هو ضعيف. ابن حبان رحمه الله في المجروحين قال حديث باطل، رواه أيضا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وقال ضعيف، ضعف العلامة الألباني. رواه الإمام الترمذي في الجامع وقال غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. ذكره الإمام السخاوي في الأجوبة المرضية وقال فيه نصر بن محمد وهو ضعيف ولا يصدق حديثه، وأيضا فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ مضطرب الحديث وليس بحجة، وأيضا فيه الحسن بن عمارة أشد ضعفا منه، بل ومنهم من اتهمه بالكذب. قال الإمام أحمد أحاديثه موضوعة، وقال ابن المديني يضع الحديث. رواه الإمام البزار في البحر الزخار وقال ضعيف، فيه داود بن علي ليس بالقوي. رواه ابن علي في الكامل في الضعفاء وقال ضعيف. رواه الإمام القيسراني في ذخيرة الحفاظ وقال فيه داود بن علي وفيه نظر. رواه ابن كثير رحمه الله في التفسير وقال فيه من طريق أخرى، وقال فيه إسماعيل بن محمد بن مسلم المكي وهو ضعيف. إذن هذا الحديث من جميع طرقه فيه ضعف غير منجبر، أيضا فيه اضطراب. مرة قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا به في صلاة الليل، ومرة قيل دعا به بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح إلى غير ذلك. ونذكر يبقى السؤال الثاني، هل من دعا بهذا الدعاء فيه حرج؟ لا حرج فيه، لأن كلماته صحيحة ولا حرج فيها ولا مغمز فيها، لكن أولا نقول أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا ما يجب تحريره أولا. الأمر الثاني لا نرتب عليه ثوابا. الأمر الثالث لا نرتب عليه وقتا، فلا نجعله لا فلا نعتقد أنه قيل في قيام الليل، ولا نعتقد أنه قيل بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح. طيب، هل من دعا به في قيام الليل أو دعا به في صلاة الصبح أو بين الأذان والإقامة في أي صلاة في حرج؟ لا، ما في حرج لعموم الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي السجود فأكثر الدعاء قبل أن يستجاب لكم، وقال دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد. لا، ليس فيه حرج من هذا الباب، لكن أن نخصصه بذلك فليس بصحيح. والدعاء هو اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها غائبي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من عبادك،
أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة، أو قال وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد، سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي أحصى كل شيء فعلمه، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقي، ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا، واعطني نورا، واجعل لي نورا.